في زوم اليوم باش نرجعوا بالتحليل والنقاش والتقييم للدوره الرئيسيه للبكالوريا 2017، نتائج مدنية ونسب ضعيفه، نسبه النجاح في الدوره الرئيسيه لامتحان البكالوريا لسنه 2017 قدرت ب 30%، وعدد الناجحين بلغ 37097 تلميذ، منهم 63% من الاناث. احنا باش نحكيوا باكثر تفاصيل على الموضوع هذا، لذلك يحضر معنا في الاستوديو سي احمد الابيض، مختص في المسائل النفسيه والاجتماعيه. مرحبا بك سي احمد. شكرا لك. لكن قبل ما نحلوا النقاش احنا نشوفوا مع بعضنا التقرير والرشاد. 30% هي نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لشهادة البكالوريا لسنة 2017، تتصدر فيها شعبة الرياضة المرتبة الأولى من حيث نسبة النجاح أي ب 65%، تليها شعبة الرياضيات بنسبة 52%، ثم شعبة العلوم التجريبية بنسبة 46%، فشعبة علوم تقنية بنسبة 36%، ثم شعبة علوم الإعلامية ب 34%، فشعبة الاقتصاد والتصرف ب 21%، وتجي شعبة الأداب المرتبة الأخيرة مسجلة 13% فقط في عدد ناجحين، فيما كانت 9 مندوبيات في أسفل الترتيب أي تحت المعدل الوطني للنجاح، من بينها القاصرين بنسبة نجاح لم تتعدى 19.07%، وقد احتلت المرتبة الأخيرة في نسب النجاح كما صنفت ولاية جندوبة في أسفل ترتيب نسب النجاح، تسجيل نتائج لم تتعدى 23.13%، تتقدمها ولاية قفصة ب 23.15%. نتائج دورة 2017 كشفت أيضا عن أرقام صادمة، إذ سجل المعهد الثانوي الحسين بوزيان بمعتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد نسبة نجاح تساوي 0%، وهو معهد يحتوي فقط على مترشحين من شعبة الآداب، لم ينجح منها أي تلميذ وتأجل إلى دورة المراقبة 13 تلميذ فقط فيما رسب البقية. حالة مماثلة تمت معاينتها أيضا في معهد الذهيبة من ولاية تطاوين اللي يجمع بين مرحلتي الإعدادية والثانوية، وهو معهد يحتوي على قسم واحد وفي 20 تلميذ مرسمون أيضا بشعبة الآداب. نسبة نجاح هزيلة تسجلها مرة أخرى شعبة الآداب خلفت انتقادات كبرى، بين من اعتبرها نتيجة مستجدة وغير منتظرة، وبين من اعتبرها متوقعة وراسخة منذ سنوات عديدة، وبين من توقع إلغائها تماما، الأمر اللي انفات وزارة التربية. تضخم نسبة الفشل خاصة بالنسبة للشعبة هذه والسقوط السريع في ثقب غربال البكالوريا يعجل اليوم بضرورة إصلاح بنيان المنظومة التربوية وإعادة بريق شعبة الآداب وتألقها في سلم النجاح. باش نحكيو باكثر تفاصيل حول الموضوع هذا نعاود نرحب بضيفي سي احمد الابيض، مختص في المسائل النفسيه والاجتماعيه. مرحبا بك. اهلا بك وبالساده المشاهدين. الملاحظه الاولى هي هال 30% بصفه عامه اللي هي نسبه ضعيفه، ممكن نعيدوها لازاله ال 25% اللي تم ادماجها في مرحله بن علي لتجميل صوره البلاد واعطاء نتائج وهميه. العوده ازاله هذا هو السلوك الصحيح، لكن لازم طلبة متاعنا وتلامذة متاعنا يفهموا اللي هم طالبين بأن يتقدموا ويخدموا. الخدمة هذه تحتاج خدمة من الطلبة متلامذة وخدمة من الجهاز التربوي. نعطيك مثال في جماعة الفوار، هذه في الفوار في الجنوب التونسي في قبلي، حتى على مدى 10 سنوات حتى التلميذ ما مشى للمعهد النموذجي، حتى التلميذ معناها كلهم ينجحوا قد أي. في السنوات المعدل السنوات في السنين الماضية يوصل 7 على 20%، في السنين الأخيرة السنتين 3 سنين الأخرانين ولا فما معدل متاع 12 على 20، وقت جاء إطار جديد ومدير مدرسة، وبالتالي يبرز أهمية أن وقت الجهاز التربوي يتحمل مسؤولياته، وزارة التربية زادت تحرص برعاية ورقابة، والناس خلوني يتحملوا. أنا أتذكر وقت أنا صغير المعلم رمز في القرية وهو يعتبر روحه صاحب رسالة. وزارة التعليم لابد أن تعود إلى دورها التربوي، ما هيش الدور التعليمي فقط. إذا كان ما تحملش الطلبة والتلامذة رسالة وأنهم مش يغيروا العالم وهم تونس مش يبنيوها وإلى آخره، مش يجي على القائمة، هذا مش ننتظر منه. أكيد. الملاحظة الثانية، هالنسبة نتاع 63% من الفتيات، هذه باش يكون في بالك في كلية الطب تقريبا 75% ما شاء الله بنات. في الطب البيطري اللي في الستينات كان نادرا ما تجد فيها طالبة، الآن 60% بنات. في ظرف 3 4 سنوات المهندسين، نسبة المهندسين في تونس 60% تكون بنات، الأولاد مهددون بالانقراض. وانت مختص في علم الاجتماع وعلم النفس، علاش الإناث متفوقين على الذكور؟ نقول ممكن لسببين. السبب الأولاني أن المرأة تحاول أن تثبت ذاتها، والتعليم أكبر مدخل لهذا الإثبات. الناحية الثانية، السبب الثاني هو أن أسرنا تتساهل مع ذكورها، هاو خرجي حوسها بس مخلو بكل شيء مش كما الفتاة. ولذلك كان مشى في القهوة وبعدها شوية الدخان، ما تحطوش على الزطلة وإلى آخره، ما عادش يلقى وقت القراية.
أكيد. في حين البنات عادة يبقوا أكثر في الدار ومتحملات المسؤوليات، الأمهات في الغالب يقول لها سيدي مش لازم طيب أقرأ على روحك وري ايش عندك. وبالتالي هذا جانب ثاني، وبالتالي الموقف الأسري، ثم هذه محاولة إثبات الذات. الرجال في بالهم الذكور في بالهم الستين ذواتهم، لا لا أنا يعملوا عسكي ست ساعات سيد أحمد، يقول لك محسوب مثالش ما نرجعلوش هذاك. لا ما هوش كافي مشكلة الذكاء، كنحطوا زوز أذكياء واحد ذكي وراجع له ذكي ما رجعش، الاخر مشى يطير عليه، الاخر مشى ب 17 و18 ومرشح لمهن كبرى ومستقبلا، والاخر اما ينجح ولا ما ينجحش. هاو نسبه الذكاء تتقلص الذكاء كما تستعملوش الاستعمال يتراجع اداؤه، والدليل على ذلك 37%. كنت تحط نقدم شويه في مساله الزواج اي شنو هو متغدى ياخذها الدكتوره هو مش عارف ايش باش يعمل وقتها، يزز فيها بطل يعمل عرق ويبدا يهين فيها باش ما تحسش اللي هي ما طيار عليه. وبالتالي ندخلوا في صراع نتاع اثبات ذات فيما الاولى انه الان يتراجع نفسه. الملاحظه الثالثه هي اطفالنا والتلاميذ نتاعنا في سن المراهقه هذوما مش متفطنين اللي هم في المرحله هذه بصدد تقرير مصير حياتهم. احنا معدل العمر امل الحياه في تونس 75 سنه و 75 80 نقولوا 75 هو في سن 18 نقولوا 20 معناها هو قاعد يقرر ال 55 سنه الاخرين كيفاش باش يعيشوا نهائيا. قرار نهائي مش يعملوا توا في مرحله السنه الخامسه السادسه يحدد لك شنو المستقبل نتاعك بعد حياتك نهائيا، يا تبقى في المستوى هذا يا تبقى في مستوى اعلى. ولذلك أنا نقول في حاجة المراهقين بتاعنا الجلسة حوار نقول زاد الإعلام ممكن ومضات كي تعطي نماذج بتاع ناس خدموا وبرزوا ناس عكروا عكس ذلك دي من عجيب هذه العملية هذه لتحفيز الناس للتفكير باش يتفكر في روحه. الأباء في الكثير من الحالات الأباء يقوموا بدوز أدوار غالطة، دور الأولاني هو أنهم مهمل المرأة والرجل يخدموا ما عندوش وقت يشتلها شنو هذا روتين الحياة اليومية لك ستيلو شيطور هاني خلصت عليك أنا مش في حاجه لهذا برك، هو في حاجه باش بوه يحكي معاه باش يحسوا اللي هو كبير يتحاور معاه كان ندل يحسوا بالمسؤوليه. الخطا هذا غياب الاباء والامهات في القيام بادوار الابوه والامومه لازم يرجع الدور هذا دور مهم جدا يحسوا لهذا الدور باش ما عندكش شو تنتج عليه وقتهم ما يقومش بالادوار هذه وما عندكش قريب الامتحانات يولي يكبس عليه وينو واللي يحس وقت اللي يفشل يحس روحه فشل ولذلك يزيد يضغط على التلميذ وبالتالي هو تعب ويزيد بمزيد من الضغط النفسي هذه أثر عليه سلبا. فما أولياء سيد أحمد يقول لك ما نأثرش عليه معناه ما نقعدش نراقب فيه بالليل وبالنهار شنو عملت قريت ما قريتش يولي يضغط عليه ويولي فهمت كل حد كيفاش يقراها هو, معناه. هو الحاجة الأولى هي عنصر المصاحبة صاحبه كأن أصدقاء ونتحاوروا بالإقناع وفهمني أقنعني عمل لي يجيب لي إقناع من غير الضغط ومن غير الحاجة الأولى. الحاجة الثانية لازم يحس بالسلطة لازم يحس بالرقابة. فرويد لفت انتباه أنه لم تبدأ الحضارة إلا يوم وجد المحرم ونفس الكلام يعود له جاك لاكان باش يأكد هذا اللي في درس آدم في القرآن أول حاجة ولا تقرب هذه الشجرة. إذا كان هو ما عندوش حدود ما فماش حذر ما فماش إبداع لازم يعرف فما حدود. الأم والأب هما مهمتهم إبراز الحدود هذه من حين لآخر كي ينسى نذكره بها شوي. الحاجة الأخرى هي اللي يقول له سايبه ويمشي على روحه وين ماشي أنت سايبت واللي يبيع في المخدرات قدام الليسيم سايبه هو مش مسايبه ولا أنت تشد الطابلات هكايا ولا أنت التليفون متاعه ذكي تنجم ساعتين ثلاثة بسهولة من غير ما يفيق اللي الوقت مشى أي وشكون مشي ينبه لكن أنت مهمتك باش تقول له راهو مولدي معقول خاص الاستغلال معناها للوسائل التكنولوجيه المتطوره هذه فما اوقات راهي مخصصه للدراسه ومهم انا ندفع فلوس باش تقرا ليتود نحب تعطيني نتائج ومتابعه مش يجي في اخر العام كل نتائج نتبعوا بالدفور الاولاني اللي بعده اللي بعده باهي من بدايه السنه الدراسيه انت ممتاز في الحاجه هذه فما الخطا الثاني للاباء والامهات هو الخطاب الوعظي اللي ما يقنعش ويحس الاخر كان يضغط عليه اخلاقيا وثقافيا في حين الافضل هو الاقناع باش نحسوا اللي هو مش يتحمل مسؤولياته اللي هو مش يصنع للروح مستقبل انا قوم دوري بما اقدر عليه الان لكن انت راك تحدد في ال 55 60 سنه القادمه وانت تتحمل مسؤولياتك ونعطوا امثله
ثم زاد أخرى ثم ناس بعد ما تنجم يفشل هو إما لضعف وإلا لإهمال. مش نهاية التاريخ هذا يقولوا لي كل جواد كبوة نعطي أمثلة متاع ناس فشلوا ثم بعد ذلك قاموا وصنعوا الأنفس التاريخ من علماء من مفكرين. فما حتى فيديو على فيسبوك الدور متاع العباد اللي فشلوا ومن بعد هم كانوا من ريكيبيراسيون هاي حياتهم تعطي أمثلة سواء في الأمثلة العالمية ولا في المحيط متاعك. هذا يعطيه مثال يحيله باش ينجم كل حاجة قد من كان أي إنسان راه سيفين. فاضل خالد عندي أي استفسار ممكن إضافة هو أنه تو اللي تحدثت عليه سيادتك هو دور الأسرة وهو دور تاريخي في الحقيقة هو الدور الأول في نهاية الأمر والدليل أنه كما قلت معناتها الرقابة الأسرية اليوم خلات حتى الفتاة معناتها تتميز وكذا إلى جانب كذا ولكن زاد دورنا أحنا كهياكل مجتمعية في النهوض بالعملية التعليمية كوزارة اليوم مثلا يلزم نقف ونقيموا قانون التوجيه متاع 2002 اللي عملناه باش ننوعوا في روافد التوجيه وباش نربطوا التلميذ اكثر فاكثر بالسوق الشغل المتحركه وباحتياجات السوق العالميه نجحنا فيه ولا ما نجحناش. اليوم هل ترى مردود العمليه التربويه هو فعلا ينجم يخرج لنا عبد قادر على التاقلم وقادر على النهوض من الفشل نحو النجاح. تحدثنا كثير على الهياكل البديله كما التكوين المهني وغيره ماهيش ماشي متعطله في البلاد. اذا مسؤوليتنا كبلاد مسؤوليتنا ونجم نقول لك عليها تو حتى في مستوى شعب الاداب مازلنا حكينا عليها ولا مازلناش شعب الاداب 3% المشكله مش في إذا كان هذا مجاو النخبة قادرة بعد باش تولينا إطارات كما نشوفوا تو في محامينا وقوضاتنا وكنشوفوا في سياسينا نشوفوا قداش واخذين في الفلسفة والعربية هذو نشوفوا التدهور العلوم الإنسانية. كنا قبل نجيبوا الباك في اللتر بالفلسفة والعربية توا يجيبوا الباك بالمواد اللي يرقعوا بها الفلسفة والعربية الفقر 13% نجموش ينفرزوا منه. هنا الكتاب مشى على روحه القراية مشات على روحها التلميذ اللي يستهلك واللونجلي اي اللي تو اللغات ما كانت معناتها التلميذ اللي يستهلك المعلومه بسرعه ما يتعبش عليها في ساعه ينساها بسرعه اللي يدخل الدرس الفلسفه كانه داخل الواجب ثقيل كانه ياكل في تريحه هو راقد فهمتي ولا وبعد يرجع شويه يسجل الكور في التليفون خاطر راهي شعبة الاداب هذه ما هيش فقط نتاع الوزاره ولا نتاع الواحد شعبة الاداب ماشي كلاس تعرفوا شعبة الاداب هي البره هي نادي السينما هي الكتاب اللي تقراه في الدار وبرشا ناس توا من شعبة الاداب اصبحوا يقودوا في البلدان واليوم تونس هي اكبر كوادرها من شعبة الاداب. نقول انا سيليكسيون اليوم كيما 30% ولا 12 ولا 13% راهي ماهيش مشكله خاطر النجاح الكمي اللي يعطي صوره كاذبه عنده حتى معنى. مثالش عندي 13% في اللاتر ان شاء الله تولي 20% اما اعاده الاعتبار شعبة الاداب هي اعاده الاعتبار لعقل التلميذ وذهنه وهذا لازم نشتغل عليه في البرامج وفي التحفيزات ووزارة الثقافة ووزارة التربية وكل ما بعد. الحديث على الموضوع هذا خليل وسيد أحمد لكن بعد تفكير بأبرز العناوين مع زميلتي وفاء طرابلسي. شكرا لوفاء طرابلسي راجعين احنا رجعنا لكم في نيوز روم للحديث عن المستوى التعليمي للحديث على نتائج البكالوريا في الدوره الرئيسيه. عاد نرحب بك سيد احمد وايضا خليل. اذا كنا نحكيوا على الشعب كنا نحكيوا على 13% من شعبه الاداب نسبه النجاح. شعبه الاداب هذه تثير بالاضافه للكلام اللي قلناه تثير نقطه اخرى هي مش ممكن تكون في الاداب باهي كما تقراش اذا كان ما تطلعش اذا كان ما تجاوزش مجرد الدرس في المات نجم نقرأ اللي قلناه في الدرس ما رجعوه أما في الأداب مش هكا في الأداب يلزم ثقافة واسعة يلزم الإنسان يقرأ يطالع ولكن قضية المطالعة هذه مشات الآن احنا فما وهم المعرفة مع واقع جهل في باله هو كي يتصفح كي الفيسبوك شوية معلومة نجمة هذه حتى ما حقومية ما وصلتش ويظن روح يعرف وما يعرف حتى شيء ولكن كيف يكتفي بالدرس اللي قدمه له الاستاذ مش كافي. ولذلك الناس يزم يطالع اولا باش يتحسن مستوى اللغوي باش يتجاوز الكلام العادي الى الكلام اللي فيه ادبيه وهذا من خلال المطالعات نصوص ادبيه راقيه تونسيه وعربيه وعالميه ويصبح هذا مطلب من ذاته مش لخاطر الاستاذ يقرا فيه ويطلب فيه حصه المطالعه مش لخاطر واجب عندنا كتاب باش نطلعوه ونقدمه لا هو يولي يحب يقرا وللأسف عندما تسأل التلامذة وأنا نشوف برشا منهم فكرة المطالعة هذه ما عندوش أصلا في مخه وهذا خلل كبير. الآن الناس أنا نشوف أطباء اللي ما قراوش هذا بعد ما تخرجوا صار عندهم وقت ولا هو يطالعوا في روايات عالمية دوستوفسكي وغيره 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 وإلى آخره. جماعة الآداب لازم يفهموا اللي هذا مطلب مهم كيفاش أنت تقرأ المسعدي وليس في الحدود والعراقيل حد واحد ولا عقال واحد يعجز عن كسر العزم وما تكونش عندك العزم هذا اللي تصنع فيه كيفاش تقرأ المسعدي هو يقول في مولد النسيان إنه حديث مستحيل يرغم على الإمكان
شبابنا خصوصا اللي يمشيوا الاداب ما يزمش يمشي لخطر هذاك اخر ملاذ ما عنده. أي. لا خيار باش يكون مميز في اللغه العربيه في الانجليزيه في الفرنسيه غرام بالاداب يعني غرام والثقافه ثقافه واسعه. وكما كنا نقولوا في الغالب جماعه الاداب والعلوم الانسانيه هم المرشحين باش يكونوا قاده سياسيين رموز فكر. بعض العلوم صحيح كي يهتم بالعلوم الانسانيه يبدعون ولكن هذوما الاغلب. اذا كان الاغلب هذوما تعبين هذوما ماذا ننتظر؟ وبالتالي هذا لا يعد بخير البلاد. وبالتالي فيما يخص شعب الكليه نقطه اخرى هي نسميها ان لذه المعرفه. اذا كان ما يتعلمش صغير منذ الصبا أن المعرفة لذة. أنا أقول وأنا أزعم كنت أظن روحي أنا أول واحد قلت هذا الكلام ووجدت أن الرازي سبقني إلى هذا الكلام فخر الدين الرازي أن أقوى لذة وأعلى لذة هي لذة المعرفة. ولذلك الصغير في السنة الأولى وقت له يقرأ يتعلم الحرف باء نعمل احتفال في البيت كيفاش ما كانش يعرف ثم صار يعرف ثم بعد مرة أخرى يتعلم حاجة أخرى نعمل احتفال فيولي هو أنه يعرف حاجة مميزة ثم نوريه كيفاش آخرين لا يعرفون ما يعرف وبالتدريج هو يولي مشارك في إنتاج المعرفة مش المعلومات نصبوها له هو يحاول مع الأستاذ يحاول معاه باش يخليه يتوصل المعرفة. واضح سيد أحمد واضح شكرا لك سيد أحمد.